10 دقائق من الشوط الثاني، 55 دقيقة على هذا المباراة، 2 للغربية، لا شيء للعربي، يحكم ولي العهد حفظه الله. حب رومانسية كل شيء أحبك أموت فيك. لا طلعت حب رومانسية، ما قلت لك قولي كذي. إيه والله مستمع شيء يعني، عرفت يعني لازم أدرسك درس الحب الرومانسية. أوه يا قلبي رايلي طفران ليش العربي خسروا. يعني العربي ما في محترفين، أنا خايف أتكلم شيء ما أعرف وايد. العربي ما في محترفين، القادسية ما شاء الله كلها محترفين، تبونهم يفوزون شلون؟ نطالب محترفين لنادي العربي. ليش؟ ليش هم موقفين محترفين؟ الفيفا. فيفا ليش؟ عليهم شكوى، عليهم مبالغ لازم يدفعونها. مكالمات؟ شكو الفيفا تعبات شركة صالات؟ ها؟ الفيفا. الفيفا مو الفيفا، مو فيفا هذا مال اتصالات. انت نوعك تعبال شركه اتصالات اي مال شنو؟ لا اشترى يعني. انا اعرف بس اشجع، انا العب معاكم، انا اقول بس خلوني اصير محترفه بنادي العربي. ما في ولا مكان، وين ناس فط بعد سووا مواقف؟ ما ادري هذول اللي لما يسوون لي مجمعات، لما واحد يسوي مجمع اول شيء يسويه المواقف خلي يسوون، مو يحطوا لي باليه. هذا باركن باليه محمد، خطيتنا خط باركن باليه ياخذ لي دينارين على السياره. خلاص سووا مواقف حق المجمع. والله لو رايح النادي كان قولوا. ايه خير والله، وهي خير على العربي خير. انا كم مره كنت ادش، اول ما ادش اسمع كل العربي. لا العربي مقولين كله من قطع تانا النادي. صح ما قام يقولون. لاعبين العربي ان شاء الله المباراه الجايه انا اول واحده اكون موجوده. حطوا لي الزل الاحمر والكراسي الفي اي بي ووجبات الطعام. شرح عرس انتي؟ لا عيد ميلاد. انا اطالب العربي انه يسوي لي كراسي بي اي بي يعني عشان زجايرك لا تخنقني. تعودت يا حلوه. يفكر ما شاء الله عشان لا يخنقني، لان قاعد يدخن قدامي والدخنه وراي، الدخنه قدام يعني قدامي. هذا ما اعرف اشرح. ها وين تروح؟ اقطع الزجاير وفكنا من شرها. صافطين اخر الدنيا، لو صابطه السياره ببيتنا ويعني المشي وايد ابرك. اوف تعبنا وانا لابسه كعب. اقول محمد قولي انت هقه ميري قاعد تتابعنا سناب لي باكر. هاي ميري صايرتي لي صرتي لي نفس الكابوس. عم بعين بليز صارت نفس الكابوس. الحين اخاف اتكلم شيء باللبس، تصدق اخاف احش فيها شكلك. طول عمري بمزح لين قص اخصت لين تروح. حاليا بيت حاجيه، بس حاجيه مزاجها ما تطلع اليوم. الحين طالع من بيت حاجيتنا كلش مو تصوير الحين. ها وايد دم خشن بطن. ما فيها شيء ان شاء الله. معصبه حجيتنا وما تصور كلش. اذا شوفوا اذا معصبه صج ما اصورها، اذا مو معصبه عشان تقول انت تعصبين امك تصورينها قسما عليها. مو معصبه اصور، اذا النفسيه كلش مو مرتاحه ما اصورها. يلا خل نروح اوديك. هذا يبي يسوق حمام، انا ما ادري ولدي يبي يسوق. اخر شيء بيصير لي مطير شيء. يبي يسوق ايش في هذا النقطة؟ يلا اطلع اثنين اطلع ذبحني بسوق الحمام. خل ان شاء الله اوصل البيت اخلص شغلي واصلتني منتجات البحر الميت، كل شيء احلى من الثاني. بس اوصل البيت واشرح لكم يا جماعه. خلاص انا قررت اصير قدساويه. اوكي محمد باخذ حق ولدك القادسيه. خلاص والله ما اخذه قطه. والله قطه حطيته. شيل خله. خلاص مو راضين يفوزون العربي، شو نسوي؟ هاي ماله
لا ما هذا ماله. يا حليلة يهتني أطلب شباتي. الهندي ما يعرف يتكلم عربي، الحمد لله إني عارف أتكلم هندي. يقول تكن في ليه شباتي ما داية يا فرنسي وداية، يعني تبينا بخبز فرنسي وتبينا بشباتي. تقول شباتي ما داية. وأخيرا وصلت البيت، طاعت عدلت تحمرت. إيش رأيك فيني ريلي؟ أنت جميلة بلا شك. حق اللي يسبون.